ورجعنا حضراتكم مرة تانية من مدينة العالمين الجديدة. طبعا زي ما احنا عارفين ان المدينة التراثية بتحتوي على عدد كبير من الخدمات المعينة، وكمان فيها مسارح، فيها مجمع للسينمات خاص بمدينة العالمين الجديدة في المدينة التراثية. طبعا لسه عايزين نعرف تفاصيل اكتر عنه. هو فعلا بدأ بالفعل افتتاح كل القاعات، لسه ما فيش قاعات كتيرة، في قاعة واحدة او اكتر عدد القاعات اللي موجودة كمان، والخدمات اللي بتقدمها المجمع السينمات للسادة الزوار. بيسعدنا يكون معانا ومنورنا الأستاذ فريد نبيل، مدير مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة. أهلا بيكم، نورنا. صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. في البداية حابين نعرف من حضرتك عن معلومات عن مجمع السينمات اللي موجود في المدينة التراثية. تمام. هو مجمع السينمات اللي موجود في المدينة التراثية اسمه سيني فايبس. تمام. ده مكون من ثلاث مباني منفصلة، ان شاء الله هيكون 11 قاعة، وهيكون اكبر مجمع سينمات في الساحل الشمالي، وبيخدم مدينة العالمين، رواد مدينة العالمين ورواد المدينة التراثية بشكل خاص. هل حضرتك شايف عدد القاعات؟ حضرتك بتقول ان هم 12؟ عدد القاعات ان شاء الله هيكون 11 قاعة. 11 قاعة. هل هي على نفس المستوى، ولا مثلا في في اي بي، في ستاندر، يعني هي في درجة أولى وغيرها موجودة، ولا هي نفس كله؟ احنا ان شاء الله هيكون عندنا 11 قاعة. 11 قاعة موجودين على أحدث مستوى. زي السينمات بتاعت القاهرة وأكتر كمان يعني. أكيد طبعا. تمام. بيخدم يعني أحدث أنظمة صوت وصورة. تمام. بيكون في عندنا أفلام 2D و3D وأفلام أطفال وأنيميشن. موجود عندنا كل الأنواع يعني. طيب هل في يعني كافيتوريا، في خدمات موجودة، في باركينج أو جراشات مخصصة للسيارات؟ أكيد. في باركينج، وفي دلوقتي في كافيتوريا واحدة، لأن إحنا عندنا قاعة واحدة بس. احنا عندنا المجمع ان شاء الله هيتفتح على ثلاث مراحل. اول مرحله كانت السنه دي افتتحنا قاعه واحده بس بتخدمها كافيتيريا واحده. ان شاء الله السنه الجايه 2025 هيتم افتتاح 7 قاعات، وان شاء الله يعني المشروع هيكتمل وهيكون بكامل طاقته في 2026 ب 11 قاعه باذن الله ان شاء الله. طيب كمان بالنسبه للخدمات اللي موجوده احنا اتكلمنا عنها، لكن هو هل قربها من المسرح الروماني والمنطقه كلها التراثيه يمكن فيها حفلات، وده سوق للمجمع السينمات بشكل كبير؟ تمام. اكيد. احنا فتحنا يوم 10/7 يوليو الماضي. طبعا رواد المسرح الروماني طبعا تعرفوا على برامج السينما، وهكذا برضو رواد السينما كانوا بيتعرفوا على برنامج المسرح الروماني، ففي تبادل في التسويق ما بيننا يعني. القاعة اللي تم افتتاح قاعة واحدة حتى الآن؟ قاعة واحدة هي 131 كرسي، فيها كراسي ريجولار حوالي 120، وفي 11 VIP. ده اللي افتتاح الرسمي ليها ولا ده لسه؟ لا، ده السنه دي بس كان افتتاح تجريبي بقاعه واحده. وان شاء الله زي ما قلت لحضرتك السنه الجايه 7 قاعات، والسنه اللي بعديها ان شاء الله هيكتمل بكامل. هل هيبقى متاح ان احنا نبقى في حجز اونلاين او اي حاجه من دي؟ حجز اونلاين موجود. بالظبط، موجود. حجز اونلاين هيكون متاح. متاح حتى بدا بالفعل يعني. انا ممكن ادخل، حضرتك قلت الاونلاين هيكون ايه بالظبط الاسم؟ من خلال موقع السينما على الفيسبوك. ممكن باسم السينما نفسها. سيني فايبس. اسمها ايه؟ سيني فايبس. سيني فايبس. يعني اللي عايز يحجز يا جماعه السينما في مجمع في المدينه التراثيه في مدينه العالمين الجديده، سيني فايبس في اونلاين، ممكن تحجز منها قبل ما تروح عشان تعرف الحفلات المتواجده واماكن كمان او الوقت بتاعها بيبقى متاح امتى بالظبط. تمام. احنا في عندنا 5 حفلات في الساعه 6 و8 و10 و12 ونص و2 ونص. شايف ان احنا كان مهتم، او يعني نسبه الاقبال على السينمات في ظل الحفلات اللي موجوده في المدينه التراثيه نسبه معقوله، ولا شايف ان الحفلات هي اللي واخده الجمهور الاكبر؟ هم يعني احنا لما فتحنا يوم 10/7 الاقبال كان متزايد يوم بعد يوم. طبعا الاقبال كويس الحمد لله. في بس يوم الجمعه طبعا الحفلات بتاخد الرواد مننا شويه. ويوم الخميس طبعا لظروف السفر وكده فبتقل شويه خميس وجمعه، بس بتكون بقيت ايام الاسبوع كويسه. بتقل خميس وجمعه عشان الحفلات اللي موجوده في اليو ارينا وكمان في المسرح الروماني. بالظبط. يوم الخميس برده بيكون في ظروف السفر وكده فبرده بتقل شويه. لكن باقي الاسبوع بتكون نسبه جيده.
طيب حضرتك بتقول الكافيتريات، هل بالفعل كل الخدمات الكافيتريات كلها تم افتتاحها ولا لسه على مراحل معينه؟ حاليا في كافيتريا واحده بتخدم قاعه واحده تمام، انما في الخطه ان شاء الله في مطاعم وفي ويتنج اريا كبيره لانتظار رواد السينما تمام. احنا عندنا 11 قاعه، فاكيد العدد هيكون حوالي 1500 كرسي في الحفله الواحده. فطبعا عدد الرواد هيكون كبير، فعندنا مساحه ويتنج اريا كبيره. ده حلو جدا. يعني احنا المبنى هو عباره عن ثلاث مباني منفصله، الثلاث مباني منفصله بينهم الويتنج اريا دي. فطبعا هيكون في مطاعم وكافيهات بحيث انها تخدم على المساحه دي. لسه حضرتك بتقول الافتتاح الرسمي او الفعلي ليها هيكون ان شاء الله من العام القادم باذن الله. العام القادم هيكون 7 قاعات ان شاء الله، و2026 هيكون 11 قاعه باذن الله. ده مجهزه بساوند سيستم كويس جدا واجهزه صوت طبعا، احدث انظمه في السوق طبعا. صوت وصوره دولبي وفي 3D و2D. السينما هتكون صيفا وشتاء؟ يعني حاليا صيفا بس، ان شاء الله تكون طول السنه بعد كده باذن الله. هل شفتوا ان الرواج اللي حصل في مهرجان العالمين والمجهود اللي قامت بيه الشركه المتحده للترويج لمدينه العالمين الجديده بشكل كبير ساهم في ان السينمات تم التعرف عليها ونساعدكم بشكل كبير في التسويق؟ اكيد طبعا، الشركه المتحده كانت بتعمل عندنا برامج وكانت بتستفيد بتستضيف فنانين، فده طبعا ساهم في معرفه الناس بالسينما، بالاضافه كمان لافتتاح المسرح الروماني برضو ساهم بزياده عدد الرواد. اكيد بشكل كبير. طيب برضو في عدد حضرتك بتقول القاعات هم 11 قاعه، في القاعه المفتتحه الان هي 131 كرسي، كل القاعات بعدد المماثل للكراسي ولا مختلفه من قاعه للتانية؟ في قاعات اكبر في قاعات اصغر؟ لا مختلفه طبعا، يعني في عندنا قاعه واحده هتسع حوالي 900 كرسي، دي قاعه كبيره ليها مبنى منفصل. وفي مبنى فيه 6 قاعات طبعا، الساعة بتاعتها مختلفة تمام، بس في عندنا برضو مبنى منفصل للفي اي بي، في 4 قاعات في اي بي. يعني احنا بنتمنى التوفيق طبعا لحضراتكم، وبنشكركم على المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه علشان كل السادة الزوار لمدينة العالمين الجديدة من مختلف انحاء العالم والمصريين كمان يكونوا مستمتعين بكل الاوقات هنا في مدينة العالمين الجديدة. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا استاذ فريد نبيل مدير المسؤول عن مجمع السينمات بالمدينة التراثية في مدينة العالمين الجديدة.